طارق. طب اديتها لنا ليه؟ لو سمحت. ايوه. ورقة تانية خلصت دي؟ أي سؤال احنا مع بعض ماشي؟ ماشي خلاص. أنا ما بغشش، الغش حرام. غش حرام؟ ولا ايه؟ اديني اي حاجه. ازيك يا مستر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مفيش غيرنا في اللجنه ولا ايه؟ اه. ولا تشرب شاي ولا تعمل حاجه؟ مفيش غيرك. ماشي خلاص. السؤال الاول ايه؟ كيف تصبح صانع سكاكين ماهر؟ علامه استفهام. لا ماما قالت لي ما تديش حد اجاباتك ولا سندوتشات الجبنه بخيار. لو سمحت. ايوه. ورقه خلصت دي؟ يا ابني ورقه ايه؟ ده هم سؤالين صح وغلط. يا رب انجح، انا عملت اللي عليا. يا رب انجح، انا عملت اللي عليه. نتيجة الامتحان. ايوه. 65%. 95%.